ذكر الكؤوس، ايه رايك بعد الانجاز المحترم اللي حققه طبعا منتخب مصر للرجال كره السله وفوزهم بلقب كاس افريقيا اللي هو بنظام 3 في 3؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. هي اللعبه في مصر خدت شكل تاني مختلف كتير. اولا هو بس عشان نشرح للناس بسرعه كده ايه الفرق بين 3 على 3 و5 على 5. هو ال 5 على 5 الشكل التقليدي بتاع كره السله، فرقتين بينزلوا يتبارو في الملعب، كل فريق بيبقى عنده الباسكت بتاعه بيحاول انه يدافع عنه ويسجل في مرمى المنافس بتاعه. القايمه بتاعتك بتكون 12 لاعب، بيكون موجود في ارض الملعب 5 لعيبه، التغيير بيكون مفتوح تقدر تغير في اي وقت، بيكون في كوتش واقف على الملعب على الخط، التسجيل من داخل القوس بنقطتين، من خارج القوس بثلاث نقاط، اي فاول اللي هو قوانين الباسكت العاديه اللي الناس كلها عارفاها. اوكي. الثلاثة على ثلاثة الدنيا فيها شويه مختلفه، قاع اللعب اسرع بكتير، زمن الهجمه 12 ثانيه، احنا في الخمسه على خمسه زمن الهجمه 24 ثانيه، زمن المده الفعل اللعبي المده الفعليه بتاعت اللعب في الثلاثة على ثلاثة 10 دقائق، في الخمسة على خمسة 40 دقيقة. فهو إيقاع اللعب في الثلاثة على ثلاثة أسرع بكتير، أمتع بالنسبة للي بيلعب خمسة على خمسة. يعني دايما الناس اللي بتلعب وأمتع لأصحاب المهارات بصفة خاصة، ده حقيقي. حتى هتلاقي كل اللعيبة اللي موجودين في المنتخب ده حقيقي بقى. تلاقي اللعيبة مش اللي هو صاحب البنيان القوي أكتر هو اللي بيكون ليه مكان في لا لازم يكون مهاري، خفة حركة، بيقدر يخترق الدفاعات، عينه حلوة بالنسبة لزمايله، لأن أنت أوقات كتير جدا بيتعمل عليك لأن هو خلاص هو بورد واحد. أيوة دي من ضمن الحاجات طبعا اللي كنا برضو نتكلم عنها. أنت ما فيش بوردين، يعني ما فيش سلتين بيلعبوا، وأنت هي سلة واحدة بس متقسمة، وهو نص ملعب بيتلعب عليه. فأنت أوريدي لما بتسجل المنافس بتاعك بياخد الكوره، ما يقدرش انه لازم يبني هجمه، بنى الهجمه لازم الكوره تطلع بره منطقه القوس وتقدر بعدها انك تعمل اختراقات او تمرر للاعب اللي واقف تحت الباسكت يقدر انه زي يسجل. زي ما بيلعبوا في الكوره كده جول مشترك، زي جول مشترك كده يعني. هي دي نفس الشكل. المنتخب مصر قدم اداء كبير جدا في كاس الامم الافريقيه اللي اتلعبت دي. احنا كده استضفنا امم افريقيا للناشئين تحت 17 سنه والفيرست تيم اللي هو المنتخب الكبار. الناشئين والناشئات قدرنا ان احنا نفوز باللقب تحت 17 سنه، كسبنا منتخب المغرب في الفاينل في سواء الولاد او البنات. المنتخبات بقى الكبار كسبنا منتخب نيجيريا في الفاينل، وكان ماتش قوي جدا وقدم فيه نجم الاهلي عمرو زهران مستوى مميز، وختم البطوله وختم اصلا فوز مصر بدنك هايل نال اعجاب كل الناس اللي كانت بتشاهد المباراه حتى من ارض الملعب او من على اليوتيوب يعني او شاشه التلفزيون. منتخب الباسكت السيدات كان قدامه يعني سوء توفيق بشكل مش طبيعي، ان انت خسرت في اخر ثانيه 21 20، وده اصلا قليل جدا ما بيحصل في، لانه انت في الباسكت لو كان الوقت الاصلي اللي هو ال 10 دقائق انتهوا والنتيجه 20 20 كان هيروحوا لاكسترا تايم، بس ما بقاش بزمن، بيبقى لازم الفرقه تسجل نقطتين ورا بعض. أوكي. وانت في زي ما كنا بنقول 3 على 3 تسجيل النقطه من داخل القوس بنقطه واحده، من خارج القوس هي اللي بتبقى بنقطتين. أوكي. فكان لازم سواء مصر او كينيا كان هيسجل هجمتين او كورتين متتاليتين من داخل القوس، او براميه بقى ثلاثيه او اللي هي من خارج الثنائيه بقى من خارج القوس عشان يقدر ان هو يفوز باللقب. لكن هو حظهم كان سيء، لان الكوره كانت خلاص يعني مع البازر تايم بلغه الباسكت زي ما بيقولوا، ان هي في اللحظه الاخيره. طيب استاذ محمد، هروح معاك لسؤال عام شويه، وفكره هنا اولمبياد اي اولمبياد يعني قادمه، هي باريس فهنتكلم عنها تحديدا، بس فكره ان انا ببتدي بكل الرياضات والابطال بتوعي باهلهم، وكل اتحاد بيشتغل على معسكرات وديات وغيره. حاجه اقول لحضرتك، احنا عندنا رياضات كتيره متألقين فيها في الفترة الأخيرة على مستوى السيدات والرجال، ومنتخباتنا قوية جدا، لكن المشكلة بتبقى إن أنا الاستعدادات بتاعتي ما بتبقاش كافية مقارنة بالمنافسين على مستوى العالم. دي مشكلة قائمة وأسبابها كتيرة جدا، والأهم أو أهم سبب هو العامل المادي. في رياضات ما عندهاش سبونسرز، في رياضات بتحقق لي ميداليات لكن ما فيش اهتمام مادي تماما وغير كافي تماما، بعيد قوي يعني.
هنستمر كده لامتى؟ وعلشان اقدر اقول ان انا ببتدي اجهز بشكل او بصوره مختلفه، لان انا بعد طوكيو قلت يا جماعه هيبقى في اختلاف في باريس، كل الاتحادات وكل رؤساء الاتحادات مع احترامي طبعا، وده لازم كان يبقى في خطاب بهذا الشكل، قال لك اه طبعا احنا هنقدم شيء وصوره افضل. طبعا عشان اقدم شيء وصوره افضل لازم يبقى عندي شغل مختلف، عشان لو انا نفس الشغل هيديني نفس النتيجه. هل احنا فعلا عندنا شغل مختلف؟ هل عملنا معسكرات خارجيه؟ هل عندنا دلوقتي بادجت اكبر؟ يعني هل ده على الواقع محقق؟ لا، لازال حتى اللحظه انه الاتحادات اعتمادها الاساسي على دعم الدوله، ممثله طبعا في وزاره الشباب والرياضه، انه يعني وده يكاد يكون 10% من متطلبات. طيب، كل الاتحادات او كل المنتخبات، فانت بتشتغل حسب المبالغ الماليه اللي بتوصلك او الاجزاء اللي هو انت مستحقات اللي تقدر تاخدها. حتى بعد التدعيمات الرئاسيه اللي حصلت في الفتره الاخيره والتوجيهات بان كل الاتحادات دي يكون عندها ما يكفيها من امكانيات ماديه، بحيث ما نشوفش المشاكل اللي كانت بتحصل في الرياضات الفرديه الفتره ده الاخيره. ده بيحصل على ارض الواقع، لكن المشكله انت عندك ازمات عالميه بتصب في على الواقع بتاعك انت. انت عندك ازمات كبيره جدا، ارتفاع سعر الدولار، في حاجات كتير جدا خارجه عن ارادتك، مش بايدك. يعني انت تذاكر الطيران اوريدي كده كده غليت على كل الناس، على كل الاتحادات. الاقامه نفسها بقت بالنسبه لك انت بتيجي تقيسها، ما بتقيسهاش بقى بعملتك، انت بتقيسها باليورو بالدولار. هتكلفك قد ايه معسكر زي ده؟ فانت هو بيكون قدامك حل من اتنين، يا اما تقدر ان عندك لعيبه وعندك منتخب قوي، فتقدر انك يعني انت تستضيف بقى المنتخبات الكبيره دي، تيجي ان انت بيبقى في زي تعاون مشترك، انت هتقدم تروح تقعد عندهم معسكر في بلدهم، وهو شامل التكاليف وهم يشيلوا التكاليف والاقامه وكل الحاجات دي، وبالمثل نفس الامر انت تعمله عندك هنا. انا شايف انه ده هو الحل المثالي في التوقيت اللي احنا فيه، انتظارا لما سيتم بعد باريس، لان اعتقد انه هي الامور خدت منحى اكبر بكتير من ان احنا كنا شايفينه قبل كده. احنا كنا بنعاني اصلا كتير جدا على انه الرياضات دي مش واخده حقها، الرياضات دي محدش واخد باله منها، محدش بيهتم بيها. لا، بامانه في طفره كبيره جدا في الاهتمام بالالعاب الاخرى وبالرياضات الاخرى،